مرحبا. من بعد الشتاء بأول كم يوم من الأسبوع الأجواء بترجع صيفية اعتيادية. الحرارة بتعلى باليومين يلي جايين على أنه ترجع توطى نهاية الأسبوع. الرياح جنوبية غربية بتوصل سرعتها لل 35 كيلومتر بالساعة. الحرارة ببيروت عم بتسجل 32 درجة، بدير القمر 28، بزحل 32 و 31 درجة بحاصبية. نسبة الرطوبة على الساحل مستقرة على 70% وموج البحر بلامس المتر. قديه رح تعلى الحرارة خلال الكم يوم يلي جايين وهل رح تنخفض كتير بالويك اند؟ خلينا نشوف سوا. الخميس والجمعة مثل ما قلنا الأجواء صيفية اعتيادية، بتنخفض الرطوبة بشكل ملموس ساحلا مما رح يخلينا نحس بالبرود أكثر، ومعدل الحرارة بيتراوح مثل ما شايفين بين ال 31 و 32 درجة. بتبقى الأجواء صيفية بس الحرارة بتستقر خلال الويك أند على ال 31 درجة. الليلة رح نكون مع ظاهرة فلكية مميزة، ففجر الخميس رح يكون القمر أكبر ومضوي أكثر، وهيدي الظاهرة بتعرف بالقمر الأزرق العملاق أو البلومون، وهو مشهد نادر ما رح يتكرر إلا مرة واحدة هيدي السنة. وسبب هيدي الظاهرة هو تزامن القمر المكتمل أي بشكله الدائري مع أقرب موقع له من الأرض. استمتعوا بمشاهدة القمر العملاق وتابعونا لتفاصيل إضافية عن طقس لبنان خلال الأيام اللي جاية.